الو، اهلين عمو، اهلين. ايه هون. طيب لحظه شوي خالد. نعم علي، بنتك بدي اياك على التليفون. خير ان شاء الله. الو، اهلين بابا. شو اخوك مروان محبوس بالحمام وعم يبكي؟ طيب شلون الحبس؟ امك وينها؟ طيب بابا لا تبكي، لا تخافي، خلص انا جاي فورا. ولا يهمك بابا، مع السلامه. معلم انا مضطر اوصل على البيت من ساعه زمان، ابني مروان محبوس بالحمام. خير ان شاء الله. ليش وينها امه؟ ما بيعرفوا. لك شو هالمره اللي عندك يا خالد؟ مو من جمعتين كان ابنك راح يروح اصبعته بماكينه اللحمه؟ مو مزبوط؟ مزبوط معلم، مزبوط. اي روح، الله يعينك ويحمل معك. خذ تاكسي ها حتى تصل بسرعه. اكيد معلم اكيد. هات عنك. هات. السلام عليكم. بابا مروان انا اجيت، لا تخاف بابا. بابا طلعني من. رح طالعك حبيبي، رح طالعك حبيبي. فوق ايد الباب في قفل، حركوا على اليمين او على الشمال لحتى تسمع الطقه، بس تسمع الطقه بيفتح لحاله. لا حول ولا قوه الا بالله. لك مين سكر عليه الباب؟ بابا ما حدا سكر عليه، هو فات وسكر على حاله. بابا بابا حركوا كثير وحاول تفتحه. حبيبي بابا بعد لاخر الحمام انا راح اخلع الباب، فهمت؟ فهمت يا بابا. يلا حبيبي يلا. اشربها كلها. بس اجت ماما. مرحبا ماما. مرحبا. الحمد لله على السلامة يا خانوم. الله يسلمك. شو وين كنت من غير شر؟ نزلت على السوق لبدل كنزة نسرين. وتاركة صغار لحالهم بالبيت؟ شو رح يصير لهم يعني؟ بعدين ما طولت كل اللي غبتن ساعة زمان. بتعرفي يا خانوم بهالساعة زمان شو صار؟ لا والله شو صار؟ شو صار؟ ابنك يا خانم كان عصيان بالحمام، ولو ما اجيت وطالعته مدري شو كان صار له. حدي حمى، شو هيك سكرت لحالك؟ ليكوا على السؤال، يعني هلا الولد صغير بيقدر يتحكم بتصرفاته؟ شو رأيك تحطي له عقل مثل عقلك؟ وليش هيك عم تحكي معي بقى؟ ما بعرف والله، اسألي حالك، من جمعتين تركتي ماكينة الكبة دايرة ومدري وين رحتي، ابنك كان رح يروح ايده لو لبنتك ما شافته. واللي قبلها الجيران دقوا عليك الباب وقالوا لك ابنك على الاسطوح وكان رح يوقع. واللي قبلها نسيت المكواية الشاعلة ورحت تطقي حنق مع الجيران وكنت رح تساوي حريقة بالبيت. واللي قبلها نسيت الحمام شاعل والتهيتي مع جارتنا انفتحي بقراية الفنجان، ولولا لطف الله كان انفجر الاذان. لك انت شو وسطك؟ شو وسطك قليلي؟ لك ليش كل هالقد مسيبة؟ يعني اذا ما فيك عقل قليلي، لك قليلي حتى اعرف اتصرف. لك انا ما فيني عقل؟ ولك انا فرع عقل على اهلك كله، فهمت؟ لك طب لسانك بحالك ونلعب من خلتي. لك العمى شو انك جقرة؟ يعني فوق ما لك مقصرة صوتك عالي. لك عرف حالك ما عم تحكي، وعيب عليك وحشتك عياك بقى. لك ايه اسكتي وفوتي انضبي بقطك. يلا ولك انا ما رفعت على قطي، ما حزت بنوب، انا تركت لك البيت كله ماشي. دربي ست ما يرد. يلا يلا ماما امشي. عد هيك من وشي. عد هفا ماما، العيشة مع ابوكي صارت مكربه. وناطر على نكشة لحتى يغلي ويفور. يعني إذا سألني عن سبب الخناقة شو بدي أقول له؟ إيش لهلا ما حكى معي؟ لا لسه ما حكى، فاتي غير أوعي. أصبح عطيه من الجمل إذنه، أوعيك تحكي له القصة على حبتها، حاكم تبع بابا مثل البارود، ومتى ما علق شي بذهنه ما بيعود بينساب نوب. ولي على قامتي أنه هالعلقة شو مشرشحة؟ لك شو كان بدي بهالقصة؟ إيه الحق عليكي أنتي؟ وليش بقى؟ يعني إذا خالد طلع خلقه مشان الولد، ضروري أنتي التانية تاخدي وتعطي معه وتعصبي مثل حكايته؟ ما بعرف، هذا اللي صار. ايه وشو قال لك هذا التيس كمان؟ قال لي خرسي وانقلع من وشي.
اي ورصاص فشني عفش. نسي هالمغضوب الوالدين لما باس ايدي ورجلي حتى وافق يتجوزك؟ ريتو كان جواز ابرص ان شاء الله. بابا هو كان قصده انه. سكتي انت وليه فصعوني على نصتك. حكيلي فوزيه، ضربك ولا ما ضربك؟ لا هو ما ضربني. بابا ما وصلت المساله لهالدرجه، انا على الهوا ما فهمت انه هو. خرسي انت، يا ريتو كان ضربك، يا ريتو كان مد ايده عليكي، قسما بالله كنت قطعت له ايده من شرشه ودحشته ببطنه. ولك تريك البطيخة من ايدك انت وياها يا قرد، هلأ بتفزروها بعد هيك عالمي، بعد العمى شياطين شائعين الارض وطالعين هدول. خلص بابا لا تشغل بالك فيهم، هلأ بيعدوا عقلي. خذي نيميهم خلصيني، العمى شو هاد؟ يخرب بيت هالجيل، بيسهروا الارامل والمطلعات. مين هاد اللي جاينا هلأ كمان؟ بابا الله لا كان جابه، افتحي لشوف شو بده هالمقفل. شو بك انت تانية؟ فوتي لجوا، شو بنا ارتخينا وشطت ريالتنا؟ فوتي ولك. مرحبا عمي. شو بدك؟ ليش جاي بقى؟ ليش انت رحفانة؟ عمي الله وكيلك انا. لك شو انت يا بخش القلم؟ بترجاك تسمعني يا عمي. عم الدبب ان شاء الله. بتمون عمي بتمون، بس يعني انت من خلال تجاربك الطويله بتعرف ان الواحد احيانا ممكن يطلع خلقه وبساعه غضب ما بيعرف شو بيتصرف او شو بيحكي، ولهالشي بيطالع الزباله والقرف من تمه. عمي انا بعترف اني غلطت وما كان لازم يطلع مني الحكي، بس هذا اللي صار، يلعن الشيطان وغضبه. ولك حاجه بقى تتفلسف علي بقى، شو شايفني قدامك ولد صغير حتى تلحس عقلي بكلمتين زراف؟ فهمني هلا شو بدك وبلا تمسيح جوخ ولحوست رجلين. عمي انا بدي مرتي فوزيه ترجع على البيت. هيك لكان يا سيدي، فوزيه ما رح ترجع معك على البيت. شو قولك بقى؟ بس انا يا عمي. لك يلا من هون ولا يلا من هون، ورجيني عرض كتافك قبل ما يطلع خلقي عليك وامسح فيك الارض. بس يا عمي فوزيه مرتي. فشرت. شو يعني فشل؟ يعني كانت مرتك. شو بتحكي؟ شو قصدك عمي؟ يعني بدي منك تطلقها يا مقوص. اعوذ بالله، شو طلقها؟ دخيلك يا عمي. اطلع من هون احسن لك قبل ما ابتلي فيك. ها طيب خليني اشوفها بس. لك انت ما بتفهم؟ تيسر من هون. لك تيسر خلصني يا عمي. العمى شو شيء؟ اطلع لبرا خلصني. روح من هون. روح يا عمي. روح تيسر حل على زمانك. روح يا اخي. سلامة. شو ابو الياس ما عندك غير الغنية؟ حط لنا غنية نروق عليها. على راسي هلا بحط لك عبد الوهاب لحتى ما يود حدا يجي لعندي. طمني خالد، مرتك لسه ما رجعت على البيت؟ لا والله يا معلم ما رجعت. طيب ليش لا ميبس راسك؟ ما تروح على بيت احماك وترجعها. ميبس راسي؟ صرت رايح ثلاث مرات واخر مرة ما فتحوا لي الباب بنوب. اوف لهالدرجة؟ مثل ما بقول لك يا معلمي، عمي عنيد كثير وميبس راسه ولسانه مثل ما براد، الله وكيلك هراني من كثر المسبات والبهدلة. ايه واخرتها؟ اخرتها؟ الزلمة عم يمشي معاملة الطلاق. يا لطيف لهالدرجة؟ خالد انت شو عامل؟ تعلمي علمك يا ابو رامي، الله وكيلك ماني عامل شيء، يعني سعيد خانات انه المرة اختلفنا شوي، بس الشغلات بتصير بكل بيت. لا حول ولا قوة الا بالله. وهلا شو ناوي تعمل؟ ما بعرف، قسما بالله هالزلمه ربطني من ايدي ورجلي. اسمح وينك خالد؟ تاني مره اذا بدك تروح على بيت احماك لا تروح لحالك. شلون يعني؟ يعني خد لك شي واحد يعرف يحاكي ويقنعه. مثل مين معلمي؟ يا سيدي احسن شي نبعث له مدير المدرسه، هذا متعلم ومثقف وبيعرف يحكي، يعني دبلوماسي من الطراز الاول. استاذ كنعان؟ طيب شلون بدي اشوفه؟ ولا يهمك، اليوم المساء جاي يحلق عندي وانا بحاكي. اطمن، حط رجليك وايديك بمي بارده. كتر خيرك معلمي. فالحياه الزوجيه يا سيد ابو عجاج بتعتمد على ركنين اساسيين وهما الثقه والتفاهم، ولا شك ان اختلاف طباع الزوجين، العوامل الوراثيه وطرق التربيه بتعرض احيانا الزوجين لعدم الانسجام، فتطفو على السطح لهذا السبب بعض المشاكل. بس المهم
هو انه نستوعب هي المشاكل ونحصرها وهي صغيره حتى ما تكبر. فهمان علي عمي ابو عجاج؟ ليش شو شايفني قدامك؟ صرماي حتى ما افهم ولا كريك زباله؟ يا الله ليش هيك بابا صاير عم يحكي؟ ليش من امتى كان لسانه طري؟ ويبدو لي يا سيد ابو عجاج انه الشيء اللي ذكرته آنفا هو اللي حصل بين كريمتكم السيدة فوزية والسيد خالد صهركم العزيز يلي كلفني من ألمه ووجعه بمهمة إصلاح ذات البين. يصلحوا وحدة تسهل أمره. هو المشكلة يا سيد أبو عجاج من الأساس هينة ويسيرة وما بيجوز تعيق حياة زوجين بيحبوا بعض، وبالتالي لازم نرقف بهالملاكين الصغيرين البريئين مروان ونسرين. وبهالمناسبة أنا جايب لك معي كتاب بعلم النفس عنوانه المشكلات السلوكية عند الأطفال. اسمع شو بيقول. إن الخلافات بين الأبوين تترك آثاراً في منطقة اللاشعور عند الأطفال، وتظهر هذه الآثار على شكل انحراف سلوكي عند الكبر. بقى لهالسبب يا أبو عجاج أنا رايد منك إنك تحكم ميزان العقل والرشاد وتوافق على إعادة كريمتكم لجوزها. بقى شو قلت؟ يلي بدي أقوله إنه ضيقت لي خلاقي بحديثك مع عدم المؤاخذة. مو مهم، المهم أنتوا وافقتوا على إعادة. لك أخي لا وافقنا ولا بطخنا. عجبك هيك؟ طيب شو السبب؟ هيك حيوانة. يعني أنا كنت عم أنفخ بقربة مقطوعة؟ لا والله وأنت صادق نفخت قلبي. أنا السلام عليكم. الله معك، مع سلامة. تفضل. الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. أهلي أبو رامي، تفضلوا تفضلوا. شكرا، مستعجلين، في عنا شغل، بس في إنا طلب صغير عندك يا شيخي. على عيني وراسي، شو بتريدوا؟ أنا خدامكم. العفو يا سيدي، مرت صانعي خالد حرداني عند أهلها ورح يصلها شهرين، والمشكلة إنه عمه أبو عجاج معند وما عم يرضى يرجع له إياها، وهذا شو بعد ما حكى أكثر من شخص. بس الزلمة راسه يابس وعنيد كتير، فبركي حضرتك بتحكي معه وبتقنعه بأسلوبك الرحماني، والصلح سيد الأحكام مثل ما بيقولوا. يا سيدي شغلتكم بسيطة بإذن الله، أنا المساء بروح لعنده وبحكي معه لايكلكم فكرة. بتحب روح معك شيخي؟ لا لا ما في داعي، أنا بروح لحالي. الله يجزيك الخير ويدين فضلك علينا يا شيخنا. اطمن سيد خالد، حط رجليك وإيديك بمي باردة، إن شاء الله بيمشي الحال. ما شربت قهوتك يا شيخي؟ حل عنا يا، لا بدي شايك ولا بدي قهوتك، استعنت عليك بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله معك، بتوفر. اللهم احفظ علي عقلي ودينه، وبك يا ربي ثبت يقيني، إني أخاف يوما عبوسا قمطريرا. طمنا شيخنا، شو صار؟ لك شو شو صار؟ لك شو هالزلمة ها؟ أنا شفت ناس بحياتي بس أنشف وأيبس من هيك عقل ما شفت. لك بتحاكي من الشرق بجاوبك من الغرب، بتقول له يا ابني هذا ما بيجوز، هذا حرام، هذا ما بيصير، بيقول لك أنا عقلي هيك. بقى يا سيد خالد أنا آسف، دخيلك لا تأخذني، ما طلع معي شيء. بكل أحوالي كتر خيرك يا شيخنا. السلام عليكم. اللهم احفظ علي عقلي وديني. الله فرجها. الله يعطيك العافية. تفضل تفضل. ايه على راسي. شرف سيدي، شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدك تحلم معي؟ طبعا بدي احلم. مالك شايف منظري يا رجل؟ المرة صارت تقرف مني، الاولاد ما عتعرفوني. شو بصنع خالد ضارب بوز مثل العجل نايم بالعشاء؟ اتركه ابو سليم، لا تزيد على قلبه، المسكين علقانة معه وعلى شعره. خير؟ شو بو؟ مرته صار لها حردانه شهرين، وعمه معند معند ما عم يرضى يرجع له اياها.
ومين عمه بلا زغرة؟ أبو عجاج. أبو عجاج الديراني ما غيره؟ هو بذاته. أنت بتعرفه يا أبو سليم؟ قول ما بعرف غيره. أصبح دخيلك تساعدني بموضوعي يا أبو سليم. يعني أخذنا له الأستاذ كان عام مدير المدرسة والشيخ نعيم وأبو رامي والشيخ الحارة وما حدا عرف يحكي معه ويقنعه إنه يرجعه. بقى شو ولك؟ بسيطة خالد بسيطة، أنت فضي حالك ومروح سوا، شغلتك ناكتي محلولة. يا أهلين أبو سليم. ايه اشتغلي، تسلموا دياتك. شكرا، يسلموا ايديك. مين؟ رصاص يخلع رقبتك، افتح ولاد. شو هاد ابو سليم؟ مصدر يفضح حريشه، اكيد هذا ابو سليم. فوتوا لجوا انت وياها، فوتوا اوام. ولك اهلين اهلين ابو سليم، اهلين، اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا ولا. اهلا يا عمي. وينك يا رجل؟ وينك؟ صار لي سنتين ما شفتك. لك وين بدي اكون لك بغل؟ كنت مسافر من بلد لبلد. قسما بالله اشتقت لك، اقسم بالله العظيم اشتقت لحكياتك. شو شايفك سمنان؟ لك صاير مثل الخنزير المقوص. الله. شو بدنا نسوي ابو سليم؟ مو بايدي. ولك يخرب بيتك شو بهيم، لك إما في كلمة تفضلوا، العمى يضرب جوز عيونك ضرب. العفو أبو سليم، تفضل البيت بيتك. وليش هيك عم بتقوله وشك أرفان مثل صرصور البلوعة؟ لا مو مسألة أرفان، بس هذا هالتيس شو جابوا معك؟ هلا كل هوا بلعلاك وخد لنا طريق. إيه إذا هيك أهلا وسهلا، تفضلوا. تفضل. تفضل ابو سليم تفضل. شو تشرب؟ ما بدي اشرب شيء. ليش بقى؟ هيك حيواني. طيب شو سكرك فيي بعد كل المدة؟ لك يخرب بيت قلبك شو مخك سميك، بس مو غريب عليك مثل العادة. يعني انت انظم يا بندوق. اللي شو بدك فيه؟ ليش اجيت لعندي؟ ولك يا حمار يا جحش، حدا بيخرب بيت بنته بايده مشان شغله ناكته. لا تقول شغله ناكته، هذا هالدب يلي جنبي اكبر كلام مع بنتي. الحمى تسلق بدنك سلق، شو قال يعني؟ قال انت ما فيك عقل، انقلعي من وشي. ولك يا كر، المرأة وجوزها بيصير بيناتهم أشكال وألوان، إيه بقى شو كفر إذا قلنا نلعي من وشي؟ العمى بعيونك ما أخباك، فعلاً إنك سرماية عتيقة. لك يا أخي الواحد اسمع، هلا أنت عندك خلاق تربي ولاد بنتك؟ لا والله يا أبو سليم مالي خلاق، امبارح كسروا لي الأرجيلة واليوم خلعوا حنفية المطبخ. العمى ما أتيسك، وشلون متحملهم عندك؟ هلا باختصار شو بدك ابو سليم؟ بدي خالد ياخذ مرته واولاده يروحوا، فهمان لك حيوان. الله عليك يا ابو سليم، شو حكياتك ظراف، فهمان يا جحش فهمان. فوزيه لك يا عفريته. نعم بابا. خدي السعدين وروحي مع جوزك الدب لبيتكم، يلا حلوا عن سمانا. امرك بابا. وينك؟ إياك أنك تزعل مرة تانية، فهمت؟ فهمت عمي فهمت. وانت التاني كمان بلك أنا خاطرك لأني مستعجل. شرفت أبو سليم، أهلين وسهلين، الله معك، خليني أشوفك يا كلب. بابا؟ نعم ست الحسن. بدي اسألك سؤال بس خايفة تزعل مني. لا احكي ولا يهمك، ما راح ازعل. ليش رجعت فوزية لجوزها اول ما حكى معك ابو سليم وما رديت لا على الاستاذ كنعان ولا الشيخ نعيم ولا على ابو رامي؟ ولك حبيبتي هدول الناس ما بيعرفوا يحكوا،
أما أبو سليم اتسلم لي عينه على هلسان الحلو الدافي اللي عنده، هذا اللي بيعرف يحكي. فهمتي يا حيواني؟ إلك لك كمان زهورات؟ لا لا حاجتي، كفاها الله، دوبني امشي. انا لازم امر على الدلال بالاول، بعدين بدي اروح اتفق مع النجار ابو فتحي. ابو ملكي؟ نعم. بدي اقول لك شغله بس خايفه تزعل. لا لا قولي، ليش عم تزعل؟ وانت هالتخوت وهالخزاين يعني كلهم خشب زان من اللي بيحبوا قلبك، وما عاد حدا بهالايام اشتغل بهالركازه هي. يعني شو بدك يعني اعمل لك فيهم؟ حط لك اياهم على راسي مشان تقلي لي حوينتهم وما حوينتهم؟ وليش طلع خلقك هيك؟ مفكرني كتير مبسوطة إنه تنباع أغراض البيت بالهين؟ إيه والله والله كل أشياء بهالبيت لها عندي ميت ذكرى وميت قصة وميت سيرة. لك يا أم ملكي يا بنت الحلال، أولاً بناتنا السبعة الله يسلمون إجا نصيبهم وتجوزوا، وكل واحدة منهم طلعت اسمتها ببلد شكل، فالله يهنيهم ويرضى عليهم. ثانياً هالبيت صار مبهبط علينا كتير، يعني بيت سياح نياح بيلعب فيه خيال، وما في غير أنا وأنتي، بقى مو أحسننا إذا كان بعناه واشترينا واحد أصغر على قدي وقديك؟ بلا. طيب بهالحالة إذا بعناه واشترينا واحد أصغر منه وين بدنا نروح بتخوتة البنات وخزاينون؟ معقولة ننقلهم معنا لبيت صغير يعني؟ مو معقولة، أصبح لازم نلاقي لهم تصريفة. أنا من شان هيك رح أمرق هلا لعند النجار أبو فتحي، وأكيد رح يكون له مصلحة بمشتراتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش البكي هلا؟ ما في شيء، ما في شيء، بس تذكرت صغرة البنات وصباهن، تذكرت تفتيلتهن حوالي، لك ما عم بيطاوعني قلبي بعلن أغراضهم، ما عم بيطاوعني. يا أم ملكي، بناتك الله يسلمهن، كل واحدة منهن مستتة وقاعدة عن جوزة، وكل واحدة منهن صار لك ركيبة وغراضة، هي سنة الكون. بقومي الله يرضى عليكي، ضبي هالفرشات وقيمي المخدات، بركي اجا معي ابو فتحي على غفله من شان ينتع الخزاين وتخوت. ماشي الحال. يلا. صحيح بدك جيب لك شيء معي من السوق؟ انا راجع. سلامة عمرك، الله معك. كم تخت وكم مخزان قلت لي؟ يا سيدي 7 تخوت و4 خزائن، وكله مصنوع من خشب الزان اللي بيحبوا قلبك. على معينة يا أخي، كله على معينة. قال له يا عيونه يا حواجبه، قال له ليكو على المختصر باين. صحيح، الحق معك، بيضل الحكي مو مثل الشوف. قديش بدك فيهم؟ يا سيدي ما بنختلف، أنت شوفهم بالأول، بعدين لكل حادث حديث. إيه، كمان بيصير. بس يعني بدك ما تواخذني على هالسؤال إذا كان بايخ شوي. لا لا ولو، تفضل. ليش بدك تبيع؟ يعني عدم المؤاخذة، بيتك كبير مثل الملعب البلدي، اوضه كتيرة، بقى معقولة تصفى بلا عفش وبلا فرش؟ يلي بقصده اصحك تكون واقع بضيقة وساكت، ها؟ اصحك تكون بعازة، إذا لازمك أي مبلغ أنا رقبتي سدادة. عشتي يا أبو فتحي، ما بتقصر إن شاء الله، بس خير الله كتير والحمد لله. لكن القصة ما فيها إنه البنات تجوزوا وتسهلوا، وهالبيت كبير علينا أنا والمرأة، وأغراضه كتيرة كمان. بقى عم ندور على بيت أصغر وأشلبن، مشان هيك ردت بيع كل شيء ما عاد له لازمة عنا. إيه على خيرة الله. الله معك أبو بشير. على مهلك يا شباب، على مهلكم، الله يرضى عليكم، سموا بالله، اوعكم ينكسر معكم شيء. ها رأيناك أبو فتحي. حاضر. نزلوهم سيارة الشحن على حيث رقة، ها حينهم ينخمشوا جداد لساعتهم. ألو ألو، مي ملكي؟ كيفك أمي؟ كيفك توبريني؟ بشتقت لك كتير أمي، ناطف قلبي عليك، نغمش نغمش على ما أشوفك. ليش عم تبكي أمي؟
شبك؟ شو هالحكي؟ جاي بكرة عالشام؟ امتى؟ بقصد يعني انو ساعة؟ الساعة 6 على خطوط الامارات. بس ليش البكي لك ابني؟ والله غليتيني قلبي. نعم؟ بدك تحردي؟ قولي على قامتي عليك يا ملكة على هالحظ المسخم. اه؟ ايه امي سامعتك، سامعتك لك امي. ولا يهمك حبيبتي. البيت اللي رباكي ما راح وخلاكي، ليكنا انا وابوكي عم نستناكي. ماشي تقبريني. الله معك، مع السلامة. شو بها ملكي؟ ما فهمت منها عن مظبوط، بس الظاهر متنا أرى هي وجوزها، مشان هيك حاملة حالها هي وولادها وجاية بكرة على الشام. يا أمي إيده طويلة، علي وعلى الأولاد، ما بيفهم إلا الضرب. الله وكيلك ما في ضربة منه بتخيب. رصاص اللي يرصه إن شاء الله. شو مفكر بنات الناس ملعبة بين إيديه؟ ولا مفكر إنه أنت مقطوع ومالك أهل؟ وأنا ما عاد فيني يا أمي، انهرى عظم بدني من هالعيشة وجسمي ما عاد لقيان نكشة. لأ، وآخر طب الكي شو بيقول لي؟ شوفي وليه؟ هذا الحاضر، عجبك عجبك، ما عجبك الباب بيطلع جمال. إيه ولا سيف يمسع رقبته وحمة تسلق بدنه إن شاء الله. شو مفكر حاله فرعون وما في مين يرده؟ مالك أهلي بلبسوا عينتين والتنتين بلبصات. مو وقته هالحكي هلأ، أنت تاني ضبي لسانك شوي. إيه مالك شايف شو عامل فيها؟ ولي على قامتي عليه، قلبي على نصها من الأهل. أبري قلبي يا بنتي يا عمري أنت. المهم هلأ الحمد لله على سلامتك بابا. أنت لا تنحرجي ولا تخجلي، أنت ولادك بعيوني لبين ما حل الحلال. بس هلأ هدي حالك وطمني بالك. الله يخلينا اياك يا بابا ولا يحرمنا منك. مالي مصدقة امتى اطلع على اوضتي وحط راسي على مخدتي ونام. يلا ماما يلا يلا، تصبحوا على خير ماما. يلا لك استني شوي لحتى مدلك فرشة تنام عليها انت وولادك. فرشة؟ ليش وين تختي ماما؟ تختك؟ تختك بكره بنجيبها بابا، بنجيبها بكره. انت لا تاكلي هم، رجله انكسرت وعم نصلحه. ليكون مو عاجبك السعر حاج لطفي. بالعكس ابدا مو هذا الموضوع، بس القصه انه بنتي اجت زياره على غفله هي وولادها، فصار لازم رجع تختين على المقلي. حتى شو كنت عم بقول بيني وبين حالي؟ عم بقول انه انا بكل الاحوال لازم يضل عندي تختين زياده بالبيت. يعني مثلا زارت شي بنت عندي، اجاني ضيف، شي غريب، شي قريب، يعني بيكون في عندي وسع. بصير اخي بصير، عيل عقل. وان شاء الله المحروسه مو مطوله زيارتها. لا لا باذن الله مو مطوله. مو مطوله منو؟ سندونو. لا لا حبيبي لا، ده تعال رأسا لجوا على الأوضة. على مالكم على مالكم. ولك الزغر إن شاء الله. أمي ولي أمي ركلي أخوكي. إيه طيب. يا العبي تيت العبي. كل أمي كل، يا على قامتي قالب على نصك كل. يلا تيتي يلا تعشوا بسرعة مشان أحكي لكم حكاية قبل ما تناموا. يلا خير إن شاء الله. خليك أمي. لا تقبريني لا، طعمي لابنك غزي مو قالب على نصه. ألو ألو مين؟ صفاء؟ أهلين أمي، كيفك تقبريني؟ والله أنا مشتاقة لك كتير كتير، قلبي ناطف عليك، عم بنغمش نغمش على ما أشوفك. شبكي أمي؟ ليش عم تبكي؟ شو هالحكي؟ بكره جاي على الشام؟ امتى؟ اها الساعة 8 طيران الخليج؟ طيب امي بس ليش البكي؟ غليتي لي قلبي. شو؟ طلقتي من جوزك؟ ليش لك امي ليش هيك صار؟ بسيطة لك امي بسيطة. معلش بعدين بتحكي لي ماما، بعدين بتحكي لي. ولا يهمك حبيبتي. ولا يهمك، البيت اللي رباكي ما راح وخلاكي، أنا وأبوكي عم نستناكي. طولي بالك يا أمو طولي بالك. الله معك تبريني، مع السلامة.
ولك شبه صفاء، شو اللي صاير؟ ما فهمت منها على المزبوط، بس الظاهر انها اتطلقت من جوزها، مشان هيك حامله حالها وجاي الساعة 8 الصبح هي وابنها. ماسكة كتير مشان الكيس لآخره وبيدقق على الأكلة وعلى الشربة، والغرض اللي بيشتري هذا غرض أبدي، يعني ما لازم لا ينتزع ولا ينكسر ولا ينهار ولا يصير له شيء أبدا. هي أريضة اللي تقرضه إن شاء الله هو هالطبع اللي عنده، وأنا يا أمي ما عاد فيه، راح يطق قلبي من بخله ومن نشحه. بعدين هذا الطفل شو ذنبه؟ هذا طفل ونفسه بتشتهي، على قولة ما معي بلاها هلا بلا فجعني ولا لك، لو انه ما معه بقول فيه أو ما فيه وبعذره، بس أنا بعرف إنه معه، عم يكمكر هالمصاري كمكر بهالصندوق. ولي على قامة امك على العيشة اللي عايشتيها يا بنتي، لك يخرب بيته ولك اخدك من بيت كرم وعز، مو انه مالك شبعان اللقمة ببيت اهلك؟ مو وقته هالحكي هلا انت تاني. لك مالك شايف البنت كيف قلبي اشباح بلا ارواح من قلة التغذية؟ ولا هذا الطفل اللي صاير مثل الطفل المعجزة؟ خلصنا انت تاني، لا تزودي الحريق. وانت بابا اهلا وسهلا فيكي والحمد لله على السلامة، وان شاء الله ما بصير الا المنيح. الله يخلينا ياك يا بابا يا رب. يلا أنا طالعة على أوضتي، مالي مصدقة إمتى حط راسي على المخدة ونام على تختي. استني تقبريني لمدلك الفرشة تنام عليها أنت وابنك. فرشة أمي؟ ليش وين تختي؟ تختك؟ تختك بابا؟ بكرة منجيبه بكرة. المسند تبعه مكسور بعتنا نصلحه. بدك التخت والخزانة؟ ايه والله، وان شاء الله ما تكونوا تصرفت فيهم او ودرتهم. لا ما ودرتهم، بس هلأ شحنتهم بالسوزوكي للورشة اللي بسقبة. والعمل؟ لو مسبق خمس دقايق بس كنت لحقتهم. دخيل عينك يا ابو فتحي، اتصرف ودبرها. شلون بدي دبرها يعني؟ خلينا نطلع على سابع الحارق، المسألة ما بدها وقفة. ماشي الحال يا برهان. حاضر معلم. الله يرضى عليك، دير بالك انا غايب لي شي ساعتين وراجع. حاضر معلم. اعطيني اياها. لا تبعي. هاتي انا اخذتها قبلي. هاتي انا اخذتها قبلي. انا اخذتها قبلي. هاتي انت الثاني شو تبعي هون؟ هاتي اياها. عود بقى اذا بتحرك هون بينبحك. لا هاتي تبعي. هاتي اياها. علي التلفزيون من عندك شوي. يو اعلى من هيك. اي شكيتيني. ما شاء الله ضجة الاولاد الله يخلي لكم اياهم. ما عم تسمعني شيء. خذي كمي امي. الو الهام. هلين امي كيفك تخبريني؟ والله قلبي ناطف عليك يا عمي، نغمش نغمش على ما اشوفك. شو تبريني؟ بدك ترجعي عالشام؟ انو ساعة بدك تجي؟ ساعة 10؟ ايه. على انو خطوط؟ ايوه خطوط السعودية. بس امي ليش البكاء؟ والله غليتي لي قلبي. شو؟ بدك تحردي؟ ايه معك حق. بعدين بتحكي لي. ماشي يامو. منلاقي لك تقبريني بالمطار. لا ينكسر خاطرك تقبري قلبي. ولا يهمك. البيت اللي رباكي ما راح وخلاكي، انا وابوكي ليك وهو عم نستناكي. ماشي حبيبتي. الله معك.
شبه إلها؟ ما فهمت منها على المزبوط. الظاهر متناقرة هي وجوزها، مشان هيك حاملة حالها وجاي هي وبنتها على الشام. شو بدي احكي لك لحتى احكي؟ اولا حكيه دج ولسانه فلتي، وعلى قولت يا دبه، واذا كان عم يتلاطف معي ولا يغازلني ولا يمازحني ما بيقول لي غير يا كلبه، وعلى الطالع والنازع على قولت يلعن ابوه. عيب لي بقص لسانه يا حق، ما اطوله وما اسفره. والله انت ما بتنسبي، والله ولا حدا من عيلتك بينسب. بقى لك شو لا يفتح باجوه هذا؟ اخ يا امي ما بعرف، صدقيني ملافظه كرهتني عيشتي. لك ما بقيم اعتبار انه في ناس غرب ولا في ضيوف ولا في جيران وما لازم يشرشحني قدامهم ابدا. لا تتعبي عبس يا امي عبس. العمى ضرب وضرب. يعني انا صار لي متجوزه ابوكم بيجي 25 سنه، بعمري كله وبحياتي كلها ما سمعت منه كلمه زاحله او لفظه نابيه. بقى منين اجتنا هالبلوه منين؟ هلا روينا شوي انت الثانيه. شو روينا؟ شو روينا يعني؟ لكان بيهون عليك هالشرشوح اللي مشي لحتى حفي وبكي لحتى عمي لحتى وافقنا وعطيناه بنتنا، يجي بعدين يذل لبنتنا ويهينا ويتمطع فيها بغربتها، بيهون عليك. عيرينا سكوتك هلا يا ام ملكي. وانت يا بابا هدي حالك وان شاء الله نهايه الخير. الله يخلي لنا اياك يا بابا. يلا انا طالعه على اوضتي، مالي مصدقه على حالي. امتى حط راسي على مخدتي ونام بتختي وارتاح من التفكير؟ تختي؟ ايه تختها تختها. ليش مستغربه؟ وانت بابا الله يرضى عليكي اليوم نامي بقوطي والصباح رباح. يلا تيتي ها ري عليك. امي طالبة بقى انت وياها صنعتوا لها مخنا بالسطون. خلصنا بقى اف. الو الو اهلا هي اهلا. توبريني كيفك؟ لك انا ملكه ملكه. بدك ماما؟ ايه دقيقه ماما هي مع التليفون. الو هي تقبري قلبها لامك ان شاء الله. ليش عم تبكي امي؟ بدك تحردي؟ طيب منلاقي لك بالمطار امي. الله معك. عرفت الدكانة تيتي؟ بتروح لهوني كركيت وبتقول له لجدك لطفي ما يرجع تختيني، رجع ثلاثة تخوتي لأنه خالتك هي أيام جاي من السفر هي وولادها. عرفت شو بدك تقول له؟ حفظت؟ طيب يلا ركيت تقبرني يلا. سمعان يا أبو فتحي سمعان؟ تعجبتوا تعال. خالتك هيام حردانة وجاية بكرة مع أولادها؟ إيه. سمعان يا أبو فتحي؟ قال هيام بنتي يعني جاية بكرة هي وولادها. شو هالهنا اللي انا فيه يا عالم؟ يو خير ابو ملكه؟ ليش قاعد هو؟ ليش بقيان ارني فاضي بهالبيت نقعد فيها انت الثاني؟ يعني اذا قلنا ملكه ومعها ولدين وصفاء معها ولد صاروا خمسه، والهام معها بنتها سبعه، وبكره هيام جايه ومعها عالولاد خمسه بعيون الشيطان صاروا 13، وانا وانتي صرنا 15. وينك؟ نعم ناوليني هالتليفون لقلك، ناوليني اياه. يو لمين بدك دقدق تليفونات بنصاص الليالي؟ لازم احكي مع سهام وابتسام وختام واسالهم امتى رح يحردوا. هلا بالحساب اذا قلنا سهام معها ثلاث اولاد وابتسام ثلاث اولاد وختام ولدين، قديش صاروا؟ ها صاروا 11 زائد 15 صرنا 26، ونحن بالاساس عندنا سبع تخوت للبنات وتختين الي ولك، يعني 9. 26 ناقص 9 بيصير 17. ها بقى يا ستي لازمنا 17 تخت وشي 6 7 خزاين، هيك منصير تمام، مو هيك يا انعام؟ ايه
السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين حاج لطفي، أهلا وسهلا. منيح اللي جيت يا سيدي. بين لك عندي تخت وخزانة وأنا ما خليت حدا يتصرف فيهم، لأني عرفان إنه بدك تسترجعهم شروا إخواتهم. مزبوط، كلامك مزبوط 100%. أنا بدي استرجعهم، بس أنا ما لي جاي لعندك مشان هيك. مشان شو لك؟ خير؟ إيه طبعا خير، خير طبعا. أنا جاي وصيك على 17 تخت إضافي وعلى 6 خزائن، وكل خزانة بست أبواب، بس بدي اياهم تحيل اياهم على السريع. الله يخليك، لانه كثير متضايقين، عم ننام روس ورجلين. 17 تخت وست خزاين؟ وين بدك تحطهم هدول؟ هدول بدهم اصل العظم لحتى يساعوا. ها ابن حلال عن ذكره بيبان. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا كنت جاي لعندك. خير شو في؟ يا سيدي لقيت لك طلبك مثل ما بدك تمام، اوضتين وصوفة كربوجة ومطبخ ومنتفعاتهم، يعني على قدك تمام، انت والحرمة الله يخيلك اياها. هيك لكان. اخي لقطة، البيت لقطة منيحة، شرف، شرف لنشوف البيت قبل ما نضيع الوقت. لا تتنشط يا ابو حمدي، خليك مرتاح، خليك مرتاح احسن لك. لك شو خليك مرتاح؟ شرف لنشوف البيت قبل ما حدا يجي ويلهطه وتضيع الفرصة من ايدينا. ما في داعي يا ابو حمدي، ما في داعي. ليك؟ شلون ما في داعي؟ طبعا، لاني غيرت رايي. شو العقل عم تحكي؟ يعني بطلت تشتري بيت صغير وبدك تضل ببيتك؟ لا والله يا ابو حمدي، حتى بيتي ما عاد وسع، مشان هيك انا كنت جاي لعندك. بدي اياك تدور لي على شي بيت كبير كثير لعيله كثير كبيره، يعني لحوالي 26 زلمه، مع ولد طبعا واعويع. شو عم تحكي انت يا لطفي؟ شو عم تمزح؟ لا والله عم بحكي جد يا ابو حمدي، لأن الواحد صار بهالأيام لما بده يجوز بناته لازم يحفظ خط الرجعة. لا مو بس هيك، لازم كمان يعمل حساب العصفور وخيطه وخيط خيطه، وإلا إذا بتلقى بقى بلاقي عندك طلبة يا ترى. إيه حبيبي أبو الخل، أنا من زمان حابب أسألك سؤال، بس بتمنى تجاوبني عليه بصراحة الأخ والصديق، مو جواب دبلوماسي. ليش لهالدرجة سؤالك حساس؟ مو مسألة حساس، المسألة ملاحظ أنا أنه أنت زودتها كتيرها. أوف، وبشو زودتها بقى؟ يلي بقصده أنت لأيمتى بدك تضل مضرب عن الزواج؟ يعني لا تأخذني بهالكلمة، أنت كبرت كتير بالعمر، يعني ختيرت، وأنا خايف عليك تكسد وما تلاقي بنت الحلال اللي ترضى فيك وتقعد بالبيت مثل العانس البايرة. يا سيدي بالناقص، يعني فكرك كتير منتف خدودي على هالشغلة. بعدين انت ليش حامل همي كل هالقد؟ ولك يا خليل انا عم بحكي من شان مصلحتك، من شان تتجوز وتنضب. انضب؟ شو شايفني فلتان بالشوارع؟ مو هاد القصد، بس الزواج إله منافع كتيرة. هلأ ما بدي افهم ليش بدك تورطني؟ يعني ضروري اذا تورطت انت اتورط مثلك؟ اصلا لا غرابه في الموضوع، هيك طبعكم انتم عشر متجوزين، بتغاروا من العزابيه وحريتهم الزايده وحياتهم الهنيه. اما انتم يا حرام، اذا بدكم تطلعوا مشوار مع رفيقكم بتوقفوا مثل التلميذ المهذب قدام نسوانكم. روحي بتسمحي لي روح مشوار مع رفيقي؟ ما بطول والله، ما بطول، بكره فنجان القهوه وبنحكي كلمتين وبيجي ركيد على البيت. بتقوم هي بتنفلت مثل الأباوي. لا حبيبي لا، ما في لا روحة ولا جاية، ما أحلاك والله قاعد عم تتكركر مع رفيقك وتاركني وحدي بين أربع حيطان. عود، ما في طلعة، سعرك بسعري. هلأ هيك النسوان بتعمل مع رجالة؟ طبعا، ليش رفيقنا ماجد مو هيك مرته بتعمل معه؟ ايه بجوز، بس مو معناته هالشي انه كل النسوان هيك. رح أعطيك مثل، أنا مرتي. ولك حبيبي هلأ أنت شو بدك مني؟ فهمني اللي بالمختصر حتى جاوبك. انا بدي منك تتجوز وتستقر وتبني اسره. يعني كانك عم تقلي بدي منك تتخوزق وتتشنطط وتتاسف على الساعه اللي فتت فيها على القفص. سامع؟ على القفص. الناس سموا الجواز قفص. ايه صحيح، بس اسمه قفص ذهبي. ان شاء الله يكون ذهبي ولا الماسي ولا بلاتيني، اسمه قفص. يعني شو بتفرق مع السجين إذا كانت الكلبشات بإيديه ورجليه مصنوعة من الفضة ولا من النحاس ولا من الحديد؟ أو شو بتفرق مع المتهم إذا المخابرات عم ترفع فلقة بأجود أنواع الخيزرانات؟ لك هلأ أنت ليش عم تشعب الموضوع؟ خلينا بقصة الزواج ولا تتهرب من المسؤولية، خليك رجال.
ولو يا ناصح انا سيد رجال، بس ما بعرف بالاضافه لكل ما ذكرت ما في شيء عم يعبي مخي. منوب منوب منوب. هلا كل هالبنات يلي حولنا وحوالينا ما في ولا وحده عبت مخك؟ ايش بدي اسوي؟ هذا هو الواقع. طيب ممكن تقلي شو هالمواصفات الاستثنائيه يلي طالبها ببنت الحلال وما عم بتلاقيها؟ ما في لا مواصفات استثنائيه ولا شيء، بس التيب يلي عم دور عليه ما عم لاقيه هون، ما عم بجتمع فيه ولا بشكل. كيف يعني؟ لك يا حبيبي، مثل ما بتعرف انت انا درست ببلاد برا باوروبا وقضيت هنيك اكثر من 10 سنين، وما بخفيك انه افكاري تطورت وصارت غربيه، يعني تعودت على الحريه، على الصراحه، على الانفتاح، على التفكير العلمي، على السلوك المنطقي. وللاسف كل البنات والنسوان يلي عم نشوفها هون عباره عن بؤر من التخلف وكتل متحركه من الجهل والسذاجه والسطحيه. اي لا، مو لهالدرجه انت الثاني. هلا كل بنات البلد هيك؟ مو الكل، اكيد مو الكل. انا عم بحكي عن النماذج اللي شفتها وتعاملت معها. اما البنات الاجنبيات لك تسلم لعينهم تسلم، اكره عليهم الكذب واللوفكه وروح قلبهم الصراحه والاستقامه والحريه والامانه. ولك صادقين صادقين، حتى ولو الصدق بده يوقعهم بورطات بيصدقوا. طالما افكارك متطرفه لهالدرجه، ليش ما تجوزت وحده اجنبيه؟ ايه انا بعرف، اصلا هي اكبر غلطه ارتكبتها بحياتي. ايه الله يرحم ايامك يا باولا ويوجه لك الخير يا حبيبتي. مين هاي باولا؟ بنت تعرفت عليها هنيك. بس شو بنت يا ناصح، بتاخذ ضمانات العقل. لك مكمله مكمله من جميعه. الله وكيلك حبينا بعضنا اكثر من 3 سنين ونحن مثل السمنه على العسل، ولما اجينا نتجوز اهلي هون طار صوابهم وعندوا وما كانوا يقبلوا الفكره ولا بشكل. وابي الله يرحمه ترابه قفعت معه فرت قفيعه وقال لي قسما بالله يا خليل اذا بتجيب معك وحده فرنجيه لا انت ابني ولا انا بعرفك. قلت له بابا بس باولا بتختلف عن ال... قال لي بلا باولا بلا ضراب السخن. وسبب. اي والله سبب، سبب لباولا، قال لي ضربه تمصح رقبتها مصر. طيب يعني اذا ما زبطت زواجتك من باولا ضروري تضرب عن الزواج الى الابد؟ انا مالي مضرب عن الزواج، بس لاقي لي وحده مثل باولا لحتى اتجوزها فورا. يا سيدي موجوده. شو هالحكي؟ عن جد عم تحكي يا ناصح؟ وحياتك عن جد. ومين وهي بقى؟ كونداليزا. ومين وهي كونداليزا؟ ليكون كونداليزا رايس. لك مين جاب سيرة كونداليزا رايس؟ انا عم بحكي عن كونداليزا اللي بتشتغل مستشارة عنا بالدائرة الفنية. ايه صحيح، لمحتها مرتين ثلاثة، بس ما في معرفة بيني وبينها. يا سيدي هي حفر وتنزيل إلها، لأنه أولا أجنبية وأمريكية، يعني ستايل غربي 100%، وصار لها 5 سنين بالبلد، يعني تعودت على مجتمعنا وتأقلمت معه، وما بتصور إطلاقا تعذبك بشي. والله الفكرة معقولة يا ناصح؟ لك شلون ما خطرت على بالي؟ لا وغير هيك البنت ما بها شيها، يعني حلوة على هوا ما لاحظت، وبتصور والله أعلم إنه هالنماذج هي تشتغل معي. تشتغل. بس يا ترى هي تقبل فيني يا ترى؟ وليش لحتى ما تقبل؟ أنت ترك الشغلة علي وما علي. أصلاً هي حابة تتجوز واحد منهم. كونداليزا هيك قالت لك؟ إيه نعم.